أنا عندي مشكلة مع حالي من أنا وصغيرة، لقي حالي بشعة. ليه أنا بشعة هيك غير إخواتي؟ قررت شيل المراقي أنا من الأوضة، بس فوت على الأوضة قاعد لحالي ما شوف نادية اللي البشعة، لدرجة أنا صرت أقرف من حالي. يعني إذا بدي أطلع عن جد بالمراقي أقرف أطلع بالمراقي، تغسل وجهي مع ما ينفس غسله. أنا حلوة. ثقتي بنفسي أكبر وأكبر، صرت أقدر أطلع بالمراية مش الصغيرة كمان الكبيرة، كل مرايات العالم. ومليت بيتنا مرايات كله سوا، كيف ما بفوت وإلا يا مرايتي أنت كنت عم تكذب علي قبل. حياتي تغيرت بالوقت اللي كنت على طول متشائمة من هالدنيا. حتى أيامكم رايحة على الطريق على الدكان بتطلعوا هيك بيقولوا يي بشعة، أنا سمعتها يعني ما أنه حدا عن إليها. بتضايق، أي كتير بتضايق، بنزعج من حالي، بنزعج من الناس الحلوة إنه ليه هن أحلى مني. بطلت شوف الدنيا بشعة، بطلت شوف الناس بشعين، بطلت شوف كل هالكون انه بشع عم بتطلع فيه بطريقه كثير بشعه. انا بدي اقول لكل الناس انه انا صرت احبهم كلهم، ولانه الدنيا كثير حلوه وفي امل لكل انسان يغير بحياته ويصير احلى واحلى واحلى بهالدنيا. صرت بمشي بريف على راسي، صار عندي امل بهالدنيا بهالحياه الحلوه. أنا إذا بدي أتغدى بفضل أقعد لوحدي وبالبيت، ما أروح لمطرح. أيام كتير بيكون في عنا حدا ما بحب كتير أقعد أنا وياه هون، ما بحب إنه اختلط كتير بالناس لما يقولوا يي شو بشعاي. أنا ماشي بشوف حالي إنه صرت حلوة بين الناس، بالمطاعم، بين لبسي. بكره العالم، خاف اتعرف على شخص ويرفضني، يعني لمستقبليا تكوني انت موعوده فيه، لدرجه بس تكون عم تحكي انت وياه يطلع فيك بطريقه شفقه، بطريقه انه يي بدي حب، بدي انغرم، بدي اعرف شو معنى الحب. لانه انا بحياتي ما عرفت شو معنى هالحب بين اثنين. بدي حب الناس للناس ترجع تحبني، وانا صار عندي ثقه بنفسي فرج الناس انه ناديه تحط صورها على الفيسبوك على تليفونها وتعرف شو معنى الحب الحقيقي. صرت حب اسهر، صرت حب روح بين الناس تشوفوني الناس بنظرة غير اللي كنت أنا فيها. صرت نادية اللي الناس بتطلع فيها بطريقة كتير حلوة. خدت هالخطوة حسيت إنه بدي حدا يساعدني تيصير عندي ثقة بنفسي، يعني أظهر من البيت روح تحسي حالك إنه عن جد مرة، يعني ما على طول تلاقي حالك إنك بشعة. في أمل بهالدنيا إنه كل إنسان بيقدر يتغير ويصير حلو من جوا ومن برا. أنا وبشكرهم كلهم اللي كانوا واقفين حد مني لأنه هني خلوني أعيش بهالحياة ويكون في عندي أمل أكتر وأكتر. وبنصح كل وحدة يا كل واحد يغير إذا صارت له فرصة وفي شيء يزعجه يروح يغير، لأنه الدنيا حلوة الحياة حلوة. طب هيدي الدموع قلت دموع فرح،
مين كنت حابة أشوفها أول شيء؟ كان بقي وخالتي حاطين لهم توفيين كانوا حينبسطوا هلا أكيد وأنا أول ما خلص رايحة داري لندن أنا زعلت كثير بحياتي لأشخاص كانوا كثير بيعزوا علي وأنا وعدتهم وعد إنه أنا ما بقى أزعل بحياتي بما إنه هم كانوا على طول يتردوا علي وأنا بقول لهم هلا ما بقى أزعل بحياتي كثير مبسوطة